الراديو 90 90، هواها مصر. كان يا مكان كان الرجل يجلس في حديقة المنزل وهو سارح، ففاجأه ابنه: ماذا تفعل يا والدي؟ إلى ما تنظر؟ فقال له الأب: أتأمل في خلق الله. تعال يا والدي، هل تعلم أن هناك فلسفة النجاح؟ وهي نفس فلسفة النمل الذي كنت أتأمله الآن. فقال الابن: وكيف ذلك يا أبي؟ فرد الأب: النمل إذا تم احتجازه في مكان معين أو حاولت إيقافه فسوف يبحث عن طريق آخر، سيحاول التسلق أو المرور من الأسفل أو من الجوانب، وسيستمر في البحث عن طريق آخر. يا ولدي، لا تستسلم أبدا في البحث عن طريق آخر للوصول إلى هدفك. وهذه هي الفلسفة الأولى. النمل يفكر في الشتاء طوال الصيف. من الغباء أن نعتقد أن فصل الصيف سيدوم للأبد، لذلك فإن النمل يجمع طعام الشتاء ابتداء من النصف الثاني من الصيف. لذلك لا تنسى الأرض الصخرية والرياح والعواصف بينما تستمتع بالرمل والشمس والماء. المهم أن تكون واقعيا في تفكيرك للمستقبل. وهذه هي فلسفة النمل الثانية. يا ولدي، النمل يفكر في الصيف طوال الشتاء. فخلال الشتاء الذي يعتبر فصلا قاسي جدا عليهم لا يستطيع أن يخرج فيه، النمل يذكر نفسه بأن فصل الشتاء لن يدوم طويلا، وقريبا سيخرج من بيته. لذلك يخرج النمل في أول يوم دافئ، وحينما يعود البرد يعود إلى مساكنه مرة أخرى. لذلك كن إيجابيا مثل النمل. وهذه هي فلسفة النمل الثالثة. أما الرابعة، فإن النمل يفعل كل ما يستطيع أن يفعله، لا يكتفي بما خزنه، بل يقضي الصيف كله وهو يجمع ويجمع كل ما يجد أمامه وكل ما يستطيع أن يحمله. لذلك فافعل كل ما تستطع أن تفعله يا ولدي وزيادة. فلنتعلم يا ولدي من النمل فلسفة النجاح. لا تستسلم أبدا، فكر جديا في المستقبل، كن إيجابيا، افعل كل ما تستطيع أن تفعله. كان يا مكان تمنى أحد الشباب أن يتزوج ابنة المزارع الجميلة، فذهب إلى المزارع ليستأذنه وليطلب يد ابنته. فنظر إليه المزارع وقال: يا بني، اذهب وقف في هذا الحقل، وسأقوم بإطلاق سراح ثلاثة من الثيران، الواحد تلو الآخر، وإذا تمكنت من إمساك ذيل أي من هذه الثيران الثلاثة يمكنك أن تتزوج من ابنتي. وقف الشاب في الحقل في انتظار أول ثور، وفتح المزارع باب الحظيرة وخرج أكبر ثور رآه في حياته وأكثرهم شرا. فقرر أن ينتظر الثاني الذي سيكون اختيار ربما أفضل من ذلك القوي. اختفى في الجانب وترك الثور يعبر خارجا إلى البوابة الخلفية. وخرج الثاني، فرأى الشاب ثورا لم يشهد مثله من قبل، كان أكبر وأعنف، فقال: إن هذا شيء لا يصدقه عقل، فلأنتظر الثالث. وانتظر الثالث، ولما فتحت البوابة للمرة الثالثة ظهر على وجه الشاب ابتسامة حينما شاهد أضعف وأهزل ثور رآه في حياته. إنه هذا هو الثور المناسب الآن. فوضع نفسه في المكان المناسب تماما وقفز على الثور وهو يجري، ومد يده لكي يمسك بذيل الثور، ولكن لم يجد للثور ذيلا، كان مقطوع. الشاهد: الحياة مليئة بالفرص، بعضها سيكون من السهل اقتناصه والبعض الآخر صعب اقتناصه، ولكن بمجرد أن نسمح لهذه الفرص بالمرور دون أن نفكر أو أن نحاول ولو لمرة أن نفوز، فإن الفرص تمضي ولا تكون متاحة لنا مرة أخرى. حاول مرة على الأقل، فربما تنجح. Thank you.
إن مضيعة الوقت هي أن أكون غاضبا بشأن إعاقتي أو ما كان فيه غير كامل. على الشخص أن يكمل حياته، وهذا ما نقوم به. لم يكن لديك وقت لفعل أي شيء إن كنت دوما تشعر بالغضب ودائم الشكوى. الذكاء هو قدرتك على التكيف مع التغيير. إن الأشخاص الهادئين يمتلكون أكثر العقول نشاطا. تذكر دوما أن تنظر إلى الأعلى حيث النجوم، لا إلى الأسفل حيث حذائك. لا تمل أبدا من العمل، فهو يعطيك الهدف، وتبدو الحياة فارغة بدونه. مهما كانت الحياة تبدو صعبة، إلا إنك ستجد ما تستطيع فعله وما ستنجح فيه. وختاما، الحمد لله، قلها دوما وأبدا. اللهم لك الحمد على كل نعمك، اللهم لك الحمد على نعمة شكرك، وهي أفضل وأغلى النعم.